ايه ازيك شباب، معاكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. والنهارده ان شاء الله شباب هنتكلم عن حاجات مجانيه جامده جدا شباب نزلت في لعبه روبلوكس. وطبعا شباب قبل ده فيديو يا ريت تكون عامل لايك وسبسكرايب وكومنت وشير، وما تنسوش شباب تدخلوا سيرفر ديسكورد شباب، لان ان شاء الله بنوصل 500 ممبر، هنوزع روبلوكس كتير ان شاء الله، وهنعمل كمان فعاليات وكل الكلام ده. وبس يلا نبدا في الفيديو. وطبعا شباب قبل نتكلم عن الحاجات المجانيه لازم نشوف الاول اللي حصل بالظبط عشان يخلي في حاجات مجانيه كتير تنزل. طيب دلوقتي ايه قدامنا هنا؟ يو جي سي بروجرام اكسباندنج كرييشن اند مونيتايزيشن وذ افاتار بوديز اند هيدز. تمام، ايه الفكره شباب؟ ببساطه ان دلوقتي روبلوكس الناس اللي هم عندهم يو جي سي بروجرام، اللي هم في اليو جي سي بروجرام يعني، يقدروا دلوقتي شباب يبيعوا ويكرييتوا اللي هم يعملوا يعني افاتار بوديز اللي هو الاجسام، تمام، والراس، واخد بالك انت؟ فدلوقتي شباب زي ما انتم شايفين دلوقتي بيقول يعني هو الكلام ده هيظبط روبلوكس، هيخليها 100 100، وممكن تعمل كمان اللي هو الوشوش اللي هي تدعم الكاميرا وكل الكلام ده، وحاجه فول الفول يعني، تمام. فبيقول لك يبقى في ريكويرمنتس وكل الكلام ده، مش هنقراه صراحه، هنشوف المختصر يعني، تمام. فحاطين فيديو، ممكن نشوف الفيديو ده، تمام، اظن الفيديو هيفيدنا يعني، تمام. ببساطه هنا واحد عامل جسم، تمام، او وش، تمام، تمام، اهو زي ما انتم شايفين الجسم ده، تمام. فبيعملوا ايه؟ بيعملوا له ابلود في روبلوكس بس كده. فبيقول ايه؟ ماي اوسم افاتار، بيقول لك ايه هنا هيخلي ايه، يا اما ديفلوبمنت ايتم يا اما افاتار ايتم. فهو خلاه افاتار ايتم وهيعمل له ايه؟ ابلود على روبلوكس، تمام. اهو كده خلاص دلوقتي المفروض دلوقتي بياخد اذن من روبلوكس، وبعدين الحاجه دي بتتنشر على روبلوكس عادي جدا. طيب دلوقتي هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنروح نقرا مختصر عن الموضوع ده ونشوف الموضوع ده ايه فكرته وكل حاجه. طيب يا شباب، لقيت بقى حاجه اسمها بلوكسي نيوز منزله بتقول ايه؟ Starting today members of the Roblox UGC avatar marketplace program can now upload custom heads and bodies. يعني ايه؟ يعني ممكن دلوقتي ينزلوا رؤوس مختلفه ويقدروا ينزلوا اجسام مختلفه، تمام. فبيقول ايه؟ Allowing for more ways to express yourself on the platform. يعني كلام كده بتاع شركات يعني، من الاخر يعني. المهم بيقول ايه؟ ماشي، الجسم لازم يكون عنده هيد وتورسو وتو ارمز وتو ليجز، تمام. اللي هو يعني لازم يكون عنده كل يعني جسم، مش عارف اقول اوضح اكتر من كده ايه، جسم طبيعي يعني. المهم ده عشان ممكن تنزل بس رؤوس منفصله والكلام ده كله، الموضوع مفهوم جدا يا شباب، تمام. فهنا واحد اسمه ايه؟ بيقول ايه بقى؟ واحد اسمه اسيمو، ده مشهور جدا صراحه شباب، لا هو اللي عامل جيل بريك، تمام. بيقول ايه؟ I know there is a level of chaos involved with something like this, but I'm bummed to have a ton of other styles to choose from. يعني بيقول ايه؟ بيقول هيبقى في حوارات هتحصل وكده، بس هو عايز الحوار ده يحصل يعني، اللي هو هيحصل مشاكل وكده، بس يعني مش مشكله يعني. خلاص شباب كده احنا اتكلمنا بقى عن الكلام الرسمي، كل حاجه نشوف بقى الحاجه دي ذات نفسها، تمام. فدلوقتي شباب دلوقتي انا على الافاتار بتاعي، تمام. فزي ما انتم شايفين دلوقتي انا جبت 3 رؤوس من الحوار ده كله، يعني جبت 3 راس يعني، تمام، هيدز او فيسز زي ما انتم شايفين. الوش ده الاول، تمام، وفي الوش ده كمان وش مضحك شويه قوي، تمام، وفي بقى الفيسلس هيد، يعني وش من غير ايه، وش من غير وش يعني، هي راس من غير راس، تمام. المهم فدلوقتي خلينا على الماركت بليس، تمام، ورحنا على كلمه كاركترز، تمام، ونزلنا على ماشي، رحنا هنا ماشي، هذا برايس لو تو هاي، تمام. هنلاقي زي ما انتم شايفين حاجات شباب، وهتلاقي شباب زي ما انتم شايفين حاجات مجانيه كتير قوي، فعلا حاجات مجانيه كتير قوي. مثلا طبعا شباب دي حاجات اللي هي بتاعت اكس بوكس، مش دي حاجات بنتكلم عنها، بنتكلم شباب عن حاجات غريبه دي، باري ذا الين، مش عارف ايه ذا الين، حاجات غريبه كده شباب. فدلوقتي انت ممكن تشتري حاجات دي مجانا يعني، تاخدها مجانا اصلا. لكن طبعا شباب مش كلهم شغالين، في جليتش بيحصل غريب شويه تقريبا، ده جليتش ان روبلوكس دلوقتي بايظه يعني، انك ما بتقدرش تشتري الحاجات دي. طيب لازم من المنتج يتكلم. طبعا شباب الحمد لله المشكله دي اتحلت، دلوقتي ممكن تشتري اي حاجه براحتك. تقريبا كان جليتش لان كانت ساعتها روبلوكس بتعلق، وبس يلا كملوا الفيديو. تشتري الحاجات دي تقريبا جليتش وبعدين هيتحل يعني، فبس تقدر تشتري الحاجات دي بسهوله جدا. في اكتر من حاجه، الموضوع جامد جدا لان في انواع كتير جدا، ونزلت بقى الحاجات الرخيصه يعني، بقى في حاجات كمان رخيصه، خد بالك انت. زي ما شايفين يعني دلوقتي قدامنا مثلا البتاع ده، فين ده؟ ماشي، ده ب2 روبوكس مثلا، بتاع ده كاربون فايبر مان، ده ب2 روبوكس. ممكن اشتريه؟ هيشتغل ولا لا؟ ماشي ما اشتغلش يعني، بس هو ايه ب2 روبوكس يعني، ايه ده اشتغل صدق؟ ماشي اشتغل الحمد لله. زي ما شايفين اهو ب2 روبوكس يعني، فصراحة جامد جدا من نزل 2 روبوكس يعني. فتقريبا شباب الحياة المجانية فيها مشكلة دلوقتي، لكن أظن بعدين هتتحل إن شاء الله. المهم احنا جاي نتكلم بقى عن اللي هو الأجسام وكده، بس هنتكلم بقى عن الوشوش ذات نفسها، الوش يعني.
طبعا شباب كان في شوية أجسام كده، لكن طبعا شباب خلوها برايفت أو شالوها من على السيل، يعني محدش يقدر يشتريها دلوقتي. زي مثلا الوش ده، الجبس ده قصدي، وده وده كان زمان ممكن تشتريهم امبارح، لو زمان من امبارح يعني، بس قفلوها للأسف. يعني في شباب مثلا حاجة زي كده برضو كان نفسي بصراحة ألحقها، بس للأسف مبقتش إيه أقدر أشتريها. لكن الحاجات دي كانت جامدة أوي، يعني لو دوست جت دلوقتي مش هشتغل للأسف. بس صراحة شباب كان شكلها جامد جدا بالنسبة لي، شكل الستيك مان ده شكله جامد أوي صراحة. طيب يا شباب دلوقتي هنتكلم بقى عن الهيل وشوش. اول وش اللي هو ده، سبحان الله الكلام مش محمل، روبلوكس بايظه خالص. المهم يعني تاني وش هو ده، وشكله هو وش بس يعني شكله غريب قوي والله. تمام، في وش ده كمان ده اللي عندي اوريدي برضه، في وش اللي هو الفيسلس. تمام، وفي بقى الوش بتاع الترولينج ده، هو شغال المفروض يعني. تمام، مش شغال والله شغال يعني للاسف. ماشي، هو مش شغال بس اظن ممكن بعدين يشتغل يعني. فكل اللينكات دي هتكون في الديسكربشن ان شاء الله. طبعا الشاب ده من نوع الوشات اللي هي الدايناميك فيسز، اللي انت ممكن تستخدمها حرفيا، تدخل جيم وتقدر تقعد تحرك وشك. عم والله شكله يكون غريب جدا صراحه، بس شكله حلو يعني اللي هو بالنسبه له مجانا يعني. طبعا الشاب بقى هنا بقى هي الاجسام ذات نفسها، في واحد اسمه شيب مان جرين. تمام، وفي واحد تاني اسمه ماشي ما الكاتالوج باظ تقريبا، في واحد اسمه كيوب افاتار. تمام، هو مش مشكلة بس هما مش شغالين. وفي اللي هو stylized human. تمام، بس شكله شبه الهيومن قوي، الهيومن شكله كده فاهم. وطبعا شباب كان في افاتار اسمه بيلي شباب، فكان شكله جامد جدا صراحه شباب. وقريب كان اللي هو من الكور بلوكس اللي هو بتاع ابو 18000 جنيه، الرجل المخفيه ولا الرجل المقطوعه في روبلوكس ده. فطبعا شباب ما بقاش يعني اون سيل يعني، طبعا شالوه يعني. حرفيا لو دوست على اللينك بتاع بيلي هتلاقيه حرفيا مش شغال يعني، بيرجعك على روبلوكس تاني او على كاتالوج تاني. طبعا شباب باظ للاسف يعني. طبعا شباب كل الناس في الكومنتات على اليوتيوبر اسمه شارك بلوكس بيقولوا ايه، بيقولوا ايه ات وونت ليت مي باي ذم، بيقولوا مش شغاله. تمام للاسف يعني. بيقول ايه، بيقول اي كانت سي ذا بيلي باندل، يعني شالوا بيلي. تمام، برينج بيلي باك، ام سوري بيلي اي كودنت سيف يو. بيكلم كلهم لو ايه، بيلي راح بيلي، زي ديليتد بيلي، مسحوا بيلي. تمام، فبيقول ايه، وي نو اول ذس اول، تقول ايه يا عم. المهم يعني فبيقول ايه، بيلي از اوف سيل، شالوا بيلي للاسف يا جماعه، للاسف للاسف. يلا حسبي الله ونعم الوكيل في روبلوكس، حسبي الله. طبعا يا شباب صراحه شارك بلوكس يعني فادني جدا، لان حرفيا كل الحاجات دي اتشالت من على روبلوكس، فكنت عايز اقول لكم الحاجات دي. في بقى شباب الوش اللي هو ده زي الوش ده، كيوت فيس تشينجينج، وفي اللي هو روبوت سكيلتون هيد تقريبا ده اتشال، وفي بقى هو بلس بلاش فيس، وفي اللي هو بيلي 2.2، وفي او جي بيلي هيد. تمام، وفي روبوت سيلفر هيد، وفي الستيبل ريج هيد ده، وفي ترولينج هيد، وفي فيسلس هيد، وفي رياكشن فيس هيد، وفي سويرلي هيد، وفي سمايلي هيد. كل الكلام ده صراحه كان نازل كده جامد قوي صراحه. اه ده فيسلس هيد جامد، الفيسلس هيد صراحه ايه ده، ايه الشيء الغريب ده. وفي كان وش ده كمان برضه نزل مجانا برضه. فحرفيا دول شباب كانوا اهم الحاجات اللي نزلت مجانا يعني. طبعا شباب ان شاء الله لو نزل اي حاجه جامده هتكلم عنها ان شاء الله. طبعا شباب بقى بمناسبه اللي احنا ايه بنتكلم بقى عن الحاجات المجانيه كل الكلام ده، في مبات اسمها بتبقى ايه، لو انت كتبت كلمه فري يو جي سي تمام، يو جي سي تمام، هتلاقي شباب كميه مبات كاتبه فري جي سي وبعديها اسم الماب. تمام، عارفين بيوزعوا عليك يو جي سي مجانا. تمام، طبعا الموضوع مش سهل يعني، الموضوع صعب شويه انك تقدر تجيب اليو جي سي يعني. تمام، ففي مثلا ماب اسمه روك ماين سيموليتر بيوزع برضو يو جي سي، فليكس يو جي سي اي ليميتد. تمام، في بقى اللي هو ايه ارم سيموليتر تقريبا، ارم ريسل سيموليتر تقريبا برضو بيوزع على يو جي سي. تمام، وفي بقى مبات كتير قوي بتوزع على يو جي سي. في برضه شباب اسمه انمي دايمنشنز، ده الناس اللي بيحبوا الانمي برضه ده بيوزع على يو جي سي. يا عم الف مبروك يا عم، ادخل يا عم العب انمي وبسط وخد في روبوكس او خد يو جي سي. طبعا شباب انا في واحد اسمه ابارتمنت تايكون، تمام، برضه بيوزع على يو جي سي، فجامد قوي صراحه الموضوع ده. عارفين تقريبا بيبقى كاتب كل حاجه، بيقول every floor you complete has a chance of chance of spawning in the character in your building talk to him to receive your limited UGC. فكرتها ايه، فكرتها ان حرفيا انت بتقعد ايه، تقعد تعمل كل تعمل مبنى يعني، بتعمل دور كل شويه ويبقى ليك نسبه اللي في حد يجي ويديك اليو جي سي. والله غريب جدا صراحه يعني، بس الموضوع جامد صراحه. وطبعا شباب صراحه شخصيا انا بالنسبه لي احسن واحد من اليو جي سي دول كان اللي هو اسمه ستيبل ريج هيد ده، اللي هو ده اللي هو اسمه فامباير تقريبا. صراحة شباب ده كان اجمد واحد يا شباب، وعرفت برضه اجيب اللي هو الباندل ده. تمام، عايز اشوف الراس دي قد ايه، ممكن نعمل مثلا خدعه اسمه ايه ده الهيدلس. اظن شباب قريب هنلاقي خدع كتير قوي الهيدلس يعني. الراس يعتبر صغيره شباب، بس هي ليه شبه راس الكلب كده، ايه المنظر الغريب ده.
يعتبر راس صغير شاب، ممكن كمان مش مستقبل شاب نشوف بقى خد على الهيدلس والكلام ده. طبعا شاب نتمنى صراحه ان ينزل حاجات كتير اكتر من كده يعني، وينزل بقى حاجات مجانيه وكل الكلام ده، عشان احنا صراحه ايه عايزين بقى نعمل فيديوهات بقى ونظبط الدنيا، نعمل افترز جامده بقى وكل حاجه. صراحه شاب كان في اكتر من ماب، في ماب اسمه تاكسي بوست، تمام. حاولت تدخل الماب شاب، لما تيجي تدخل الماب وتركب العربيه عارفين راسك بتعلق كده، ممكن نجرب الجليتش ده. كان في مشكله شاب طبعا، انك لما تدخل الافتر بتلاقي وشك شخصيتك مش غالب انيميشن يعني، بتكون شخصيتك كده ايه ثابته كده حرفيا، حاطه ايديها جنبها ورجليها جنبها، فالموضوع كان غريب جدا يعني. لكن دلوقتي الشباب لما تدخل الماب الموضوع بيكون شغال كويس يعني. فلو عملت سبون لامبورجيني بتاعتي طبعا شباب، امشي يا حبيبي انا عندي عربيه احسن من عربيتك، اظن عربيتك احسن بكتير بس تمام يعني. المهم كان بيحصل جليتش يعني، بس تقريبا جليتش اتحل يعني، بركب عربيه كان راسي بيتعلق فوق كده، بس اظن جليتش حل شباب. بس اظن شباب الموضوع ده يعني ممكن يطلع لك شويه جليتش بسبب الموضوع ده. يا نهار ابيض، ليه؟ طب ليه اللي انت عملته ده؟ المهم ممكن يطلع لك شويه جليتش بسبب موضوع الراس ده، لكن ان شاء الله شباب الموضوع صراحه يستاهل يعني، حاجات مجانيه حلوه يعتبر. اول مره ما كانش حد يتوقع مثلا في روبلوكس هينزل مثلا ايه راس مجانا ولا حاجه، الموضوع كان غريب جدا. مش هينزل مثلا وش مجانا، الموضوع كان غريب بالنسبه لزمان يعني. لو رجعنا روبلوكس مثلا من 3 سنين، حرفيا انت كنت عمرك ما تقدر تجيب حاجه حلوه مجانا، كل حاجه بفلوس فعلا. فصراحه روبلوكس يعني تحسها ايه مظبطه شويه المنصه اخر فتره يعني، حرفيا بقت ممكن تجيب حاجات كتير مجانيه وكده. المهم يا شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، وسلام.